اهلا بحضراتكم من جديد. كان الدكتور اشرف صبحي اكيد حضراتكم عارفين، لكن بقولها للتذكره، كان قام بزياره النادي الاهلي في اوائل توليه لمسؤوليته الكبيره جدا وزاره الشباب والرياضه، وكان وضع طبيعي جدا ان هو يزور النادي الاهلي بعرقته ومكانته الكبيره جدا في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي عموما. عشان كده ما رد مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الاسطوره محمود الخطيب هذه الزياره لمباركه الدكتور اشرف صبحي بمناسبه توليه هذا المنصب الكبير. ايضا كان ليها اهداف ثانيه هقول لحضراتكم اهم البنود اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب مع سياده الوزير اشرف صبحي، كان اهمها عوده الجماهير. يا جماعه دايما باكد على عوده الجماهير واهميتها بالنسبه للنادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تحديدا، لان الجماهير زي ما قلت لحضراتكم باكد على حضراتكم دايما الجماهير وجودها مهم جدا جدا جدا، حمى فعلا النادي، وبنسعى بكل الطرق وبكل الوسائل لإعادة الجماهير لمكانها الطبيعي وهو ملء استاد القاهرة أو أي استاد بيلعب فيه النادي الأهلي بصفة عامة. عشان كده كان أهم ملف طرحه الكابتن محمود الخطيب للوزير أشرف صبحي أو الدكتور أشرف صبحي النهاردة كان عودة الجماهير. يعني كان ملف مهم جدا زي ما بقول لحضراتكم دايما، كمان العميد محمد مرجان او الكابتن محمد مرجان دايما بيتكلم اهميه الجماهير وعايزين نرجع الجماهير. عشان كده بنقول يا رب الجماهير ترجع ويا رب الجماهير تبقى ملتزمه. والجماهير بصراحه ادت صوره ولا اروع من كده، وان كان القله مش هقول بوظوا الصوره، لكن القله تدخلت عشان تعكر الصف العام بين الجماهير المصريه والمسؤولين، وللاسف للاسف هنقول نجحوا بنسبه قليله جدا، لكن ان شاء الله الجماهير ترجع تاني وما بقاش في اي تواجد لهذه القله بين الجماهير الاهلاويه تحديدا والجماهير المصريه بصفه عامه. دي قدام حضراتكم برضو لقطات من زياره مجلس الاداره الموقر للنادي الاهلي لسياده الوزير اشرف صبحي. كان كمان اتكلم الكابتن الخطيب في دعم البطل الاولمبي، دعم البطل الاولمبي او الابطال الاولمبيه في النادي الاهلي، دعمها من قبل الوزاره او من قبل سياده الوزير اشرف صبحي. قال ان ملف رعايه الابطال في اللعبات الاخرى خاصه الذين حققوا ارقاما قياسيه في دوره البحر المتوسط وفي مقدمتهم السباح علي خلف الله. السباح علي خلف الله عامل ارقام ولا اروع، هنقولها لحضراتكم بعد قليل. ودينا مشرف التي حققت الميداليه الذهبيه في تنس الطاوله، خاصه ان الاهلي يقوم برعايه هؤلاء الابطال رعايه كامله والعديد من زملائهم. كابتن محمود الخطيب اكد او عايز ياكد على دعم الوزاره بقياده الدكتور اشرف صبحي لهؤلاء النجوم، وفي نجوم كثيره طبيعي جدا كان يتكلم الكابتن محمود الخطيب في دعم هؤلاء الابطال من قبل الشباب والرياضه للاولمبيات القادمه ان شاء الله 2020 في طوكيو باذن الله. دي كانت النقطه الثانيه اللي اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب. اتكلم في نقاط كتير بصراحه، لكن انا بقول لكم ابرزها. اتكلم كمان الكابتن محمود الخطيب في تعديلات قانون الرياضه، تعديلات قانون الرياضه ومنح صلاحيات اكبر للانديه لتحقق عوائد ماليه اكبر، وكذلك تفعيل دور الجمعيات العموميه في كافه المؤسسات والعمل على التخلص من كافه الثغرات التي ظهرت عند اجراء انتخابات الانديه بعد صدور قانون الرياضه. كله من اجل المصلحه العامه. كل النقاط اللي اتكلم فيها الاسطوره الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كانت هدفها المصلحه العامه قبل ما تكون مصلحه النادي الاهلي الشخصيه. كمان اتكلم في نقطة مهمة جدا اعتقد ان كلكم بتستنوا ان انا اتكلم في هذه النقطة. الكابتن محمود الخطيب طلب ان مباراة الاهلي وبطل بتسوانا القادمة ان شاء الله تاونشيب تكون على استاد القاهرة، مطلب جماهيري ملح جدا جدا. استاد القاهرة هو بيت النادي الاهلي او بيت فريق النادي الاهلي لكرة القدم تحديدا، عشان كده نفسنا ان المباراة ترجع تاني استاد القاهرة. كانت رجعت ومش عايز اقعد اذكر بقى باللي حصل واتكلمت عليه، لكن كابتن محمود الخطيب طلب من وزير الشباب والرياضة التحدث مع كافة الجهات المسؤولة على ضرورة الموافقة على إقامة مباراة الأهلي وتاونشيب بطل بتسوانا في بطولة أفريقيا يوم 17 يوليو الجاري باستاد القاهرة، خاصة أن الأهلي يحتاج لمساندة الجماهير زي ما قلت لحضراتكم لتصحيح الموقف في سباق المجموعة. كله برضو بيصب للصالح العام. الأهلي لما ياخد بطولة أفريقيا ويروح اليابان هيقولوا مصر قبل النادي الأهلي، ولم يعد أمام الفريق سوى الفوز في المباراتين القادمتين لضمان الاستمرار في البطولة والتأهل للأدوار التالية. ده كان كلام الكابتن محمود الخطيب لسيادة الوزير دكتور أشرف صبحي، لا سيما أن جماهير الأهلي تلعب دورا كبيرا في مثل هذه المواقف. بنأكد على حضراتكم تاني ان احنا واكيد طبيعي جدا مش هننسى دور الجماهير المخلصة، جماهير النادي الاهلي والداعم الاول لنادي الاهلي في كل الالعاب بصراحة، خصوصا لعبة كرة القدم اللي هي بتحوز على شعبية كبيرة جدا في العالم كله قبل ما تكون
في مصر. عشان كده الكابتن محمود الخطيب كان مهتم جدا جدا ان هو يطلب من سيادة الوزير على إقامة المباراة في استاد القاهرة للحضور الجماهيري والمؤازرة الجماهيرية اللي بيحتاجها النادي الأهلي بصراحة بقوة في المباراتين القادمتين، أولهما إن شاء الله يوم 17 تاون شيب بطل بتسوانا، إن شاء الله تكون مواجهة ناجحة يقدر يتغلب عليها كالدرون ورجالته وجمهور النادي الأهلي في هذه المواجهة للوصول للأدوار النهائية بإذن الله في البطولة الأفريقية. كمان أكد الكابتن الخطيب كمان أو من أهداف هذا اللقاء، أكد المدير التنفيذي النادي الأهلي محمد مرجان على التعاون الذي وجده مجلس الإدارة من جانب الدكتور أشرف صبحي لكافة المطالب أو الاستجابة لكافة المطالب أو الوعود حتى بالاستجابة لكافة المطالب، والتي يراها سيادة الوزير هي في الصالح العام، زي ما قلت لحضراتكم كلها مطالب فعلا للصالح العام، استاد القاهرة، تعديلات قانون الرياضة، رعاية البطل الأولمبي، كلها بتصب في الأول وفي الآخر في المصلحة العامة أو مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام ومصلحة النادي الأهلي أكيد بشكل خاص. دي كانت أهم النقاط اللي اتكلم فيها كابتن محمود الخطيب واللي طرحها السيد العميد محمد مرجان لحضراتكم، وأنا بقولها لحضراتكم لكن نقاط كتيرة جدا، وأكيد كان اجتماع مثمر في الأول وفي الآخر، ولازم يكون في تعاون طبعا أكيد من النادي الأهلي لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأكيد كمان هنلاقي نفس التعاون من الدكتور أشرف صبحي الدكتور المثقف على حد قول مجلس إدارة النادي الأهلي، والدؤوب جدا في شغله بإذن الله. كل النجاح لهذا الرجل في منصبه الجديد، وكل الدعم من النادي الأهلي لهذا الرجل ووزارة الشباب والرياضة كالعادة. النادي الأهلي دائما داعم وداعم بقوة لكل الرياضة المصرية في كل المجالات وفي كل الأماكن وفي أي وقت. ده كان أهم النقاط اللي قلتها لحضراتكم في لقاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ولقائه مع سيادة الوزير أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. كل التوفيق